وللمزيد حول القمة العربية الصينية ينضم إلينا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، يعني العلاقات المصرية الصينية التي تعود لأكثر من 60 عاما كانت هي البوابة نحو وجود علاقات صينية عربية. كيف ترى وزن ودور مصر ورصيدها التاريخي وانعكاس ذلك على معطيات هذه القمة وفرص نجاح هذه القمة الأولى من نوعها؟ أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هذه القمة يعني تمثل حدثا تاريخيا بيعكس المستوى الرفيع التي وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية على وجه الخصوص، والعلاقات العربية الصينية بشكل عام، على اعتبار أن هذه القمة يعني تم التصديق عليها في يوليو 2020 على هامش الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وبالتالي فهي تعطي دلالة وإشارة هامة في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل المصري العربي الصيني على كافة المستويات، على اعتبار أن الدولة المصرية هي من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين عام 1956، وبالتالي هناك إرادة سياسية مشتركة تدفع في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل العربي الصيني من خلال دور مصر المحوري التي ساهمت بشكل كبير منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 للعمل بشكل قاطع على إحداث نوع من الاستقرار في المنطقة العربية، وكان لثورة 30/6 دور محوري في استقرار المنطقة العربية وعدم تمدد الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية وفي الخليج العربي، على اعتبار أن هناك كان هناك استهداف واضح من قبل هذه الجماعات للعمل على تهديد الأمن القومي العربي، وهو ما نجح الدولة المصرية في وقد هذا المشروع الذي أراد أن يقضي على الدولة الوطنية. وبالتالي مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في استقرار ليس فقط النظام العربي أو النظام الإقليمي، ولكن في استقرار النظام الدولي، على اعتبار أن الدولة المصرية والجهود التي قامت بها القيادة السياسية المصرية من خلال الكثير من الزخم العربي والإقليمي، حتى شاهدنا مؤخرا يعني وجود أكثر من 120 رئيس دولة في مصر للمشاركة في قمة المناخ، وهذه دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي للدولة المصرية. هذه القمة العربية الصينية تأتي في توقيت شديد الأهمية، يعني حيث يعاني العالم جميعا من خلافات سياسية وأزمات اقتصادية. كيف ترى أهمية هذه القمة وهذا التقارب العربي الصيني في ظل وجود رغبة في إعادة صياغة واقع دولي جديد متعدد الأقطاب؟ طبعا هذا الزخم الجديد في العلاقات العربية الصينية ومستوى الثقة السياسية المتبادلة بينهم يعني أكد على الكثير من المعاني، خاصة أن العالم قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ليس كما بعده، على اعتبار أن العالم الآن يتشكل من عالم الثلاثية القطبية، الصين كقطب مهم جدا، وروسيا والإدارة الأمريكية، في سبيل أن هناك علاقات عربية مع الدول الثلاث، والدول العربية منفتحة على كل الأقطاب الدولية اتساقا واتفاقا مع مبدأ رابح رابح أو المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تسعى إلى تحقيقها الدول العربية، واستغلال الفرصة الذهبية التي أتاحتها لها الحرب الروسية الأوكرانية للعمل على تحقيق أكبر المكاسب السياسية والاقتصادية. وأؤكد على معنى مهم جدا، أن هناك رغبة الآن صينية روسية لانضمام مصر والسعودية إلى مجموعة بريكس، باعتبار أن مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية ثقل سياسي واقتصادي كبير يحقق الرخاء والنماء ويحقق الاستقرار في النظام العالمي. طب أخيرا دكتور حامد، قراءتك وتوقعاتك لمخرجات هذه القمة على المستوى السياسي؟ في ظني وتقديري أنه سيكون هناك الكثير والكثير من التوافق بين بل التطابق في الرؤى بين القوى العربية والصين، على اعتبار أن القضية الفلسطينية ستتصدر سدة المشهد في هذه القمة، على اعتبار أنها هي القضية المركزية الأولى للمنطقة العربية، وهناك اتفاق بين
القوى العربية والصين للعمل على مبدأ حل الدولتين طبقا لاتفاقية السلام العربية التي تم إقرارها في العام 2002 في بيروت، وأيضا الأوضاع في سوريا وأيضا الأوضاع في ليبيا، والعمل على توحيد المواقف الصينية العربية لمواجهة حجم التحديات المتزايدة والتي تحتاج إلى توافق حقيقي. والصين تسعى إلى أن تكون لها ثقل كبير في أماكن مهمة، وتعلم الدور المهم والمحوري التي تلعبه الدولة المصرية على اعتبار أنها هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية وغيرها من القارة الأوروبية، على اعتبار أنه من الممكن جدا أن يكون هناك تعاونا في كافة المجالات، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية والقوى العربية والصين لإحداث نظام متوازن يحقق الرخاء والنماء لشعوب كل الدول. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.